كل نفس ذائقة الموت قف كستاو لمنيا ما لنتي سو لمنيا شان أحمد نور شان قرش شان إسماعيل نور أو كم بدها مشاهدين تي دلك حريجي سيدال الشاقين ها مشاهدين تقول ريسي حبض أكل عضو هلقن كوسو هلقمي وانت وحي هيد أسكيسة إن أنت قرنك كويني وهاي هيد دلك واحد حكومة وغالبا حيكون ضوضاين المشاهدين جين وانت وحي هيد موسى إنو تشوغا بهيد أسكا إلهي هاو نحريستو شامع إلهي جنت الفردوسة كورابيو إلهي قويس كيسي يا قرنكا يا مجاهدين تي ولا صوت دقا على ماي با سميري يا مراكسي تاريخ دي سي ولياشا مجاهدين تابا كشيكي شاما بحكو سنتين يا هلقا كي سومالي لان يا دحورين تي ديبا وضت كي ضيعة ولن تاي اسو هلقمي الهي هون حارست الهي هون حارست الهي بكيري دونا بالبوت كيسي إلى هاي قبرك هون نورو أي نود عينو كل نفس ذائقة الموت قويس كيسي يا هلدي يا غراوضي يا مجاهدين تي غران كان مرة بعد ما كنت حسيدين يا إنا لله وإنا إليه راجعون إنا لله وإنا إليه راجعون إنا لله وإنا إليه راجعون شامع إسماعيل نور شامع خرش وحوها مشاهدين تي يا هالجماجي غير سومالي لان تعب كديري هالجن كدير سوق علي تاريخ ده كسنتن وحوى تاريخ دي سنة وكا وكشي كيني رجع يسكولات كهاين شخص رنتي قيمة قيمة بندل كان كلها أيوها ما أنت نقطة ما أنت يسي ما أنت وحوى بهي بدن يين لو دعيو إلهي وحنو قبرينا إنه جنة فردوس على جيو إلهي وحنو قبرينا دم بيجي سير دافو إلهي وحنو قبرينا إنه دمان وحي دم بي إلهي سبحانه وتعالى ديو دي انتو تشوغي و لهاين إلهي كما سحو حالي دالي كردغو إلهي وحنو كبرينا إنو چاند ديسا إيو رحمة ديسا إلهي دحقي ليو انتا كبعدنا چامع و سيدا او شاقي مشار حمد حوينوه وحي يدمانتا إن انتا نكوين مقعيسي تاريخ دي سبائي كوليهين آسكيسا قولادا تشوكتا حكمكا دولادا تشوكتا آيا هايا نسكو لطكا وذا تشوغين أما أقول تغيي ماشا وحي هيديني ما أنت أنت كويني إن وحوي تاريخ ده كان ما أنت إن اللي ياهدو عدل على قصة وقع هذاي رنتي ما يقروح بدني وحن لأن هاي الله سبحانه وتعالى ونحرس تدك وكرنتي إيو دمان دتك غير سومالي لان بي الله سبحانه وتعالى سبري بنا كسيو الله ونحرس تو إنا لله وإنا إليه راجعون إن شام إسماعيل نور شام عقرش شامع إسماعيل فوين إلى هنا حرست جناك وراني أنا واحد على تذكر شامع أكو أكبر باري إلى يوم أنتو أسر مقرية وقرية شامع كل يجي ما هين إسماعيل فوين على الها حتى أنا قدرين عائلة دا أول على يهين يعرض سيد علي أنا كل بتيه الجنك حصلي تمني يك ما يرى وها قويس هالجنك كوسن تم يو شامع كم يدها oo runtii dadkii diraa kamid ah dadka diran ayay kamid ahayn waqtigii halganka saaliga dhawaajeena waa waxa operationkii Mandera ee lix la hoggaaminayay raahun xaristay ku dhaawacmay aan waan arag ugu waan ninkii ugu horeeyay gudaha ku dhaawacma isagii ninka kale ee mujaahidka kale ka dhawaajinayay ilaa inta taariikhdiisa waa la soconay aan waa dadka qarankan dhigooda iyo waqtigooda soo hooyay ilaahay waxaan uga baryaynaa inuu dhammaan dadka caayladdiisii iyo qaranka Soomaaliland samariyey baan ka siiyo waxaana leeydahaa gabay cali iskuulay ku jirtay geerida horteed haddaynaan geesiga aqoonsan goblan weeye soomaaliya ee garashadaadi dee ninkaa geesigii uu dayacnaa in badan qarankii uu soo halgabayna runtii dee kama warhayn iyadoo weliba maanta dee snm raggii hogaaminayay ay dalk haystaan haddana inay mujaahidiintii asana maanta dayacma waa ayaan daro runtii ilaahay waxaan ka baryaynaa inuu qoyskiisii iyo caaladiisiiba cawl naq siiyo isagana jannatul firdowsa ka waraabiyo
إنا لله وإنا إليه راجعون مشاهدين تهي مسؤولين تكلي أسك شوقي شعبي شوقي ورمي ويكاد لين تاريخ ذا جامع إسماعيل خرش وانا تاريخ عانه الله وذا قرن أيوه قفك يسن انتها ايان جامع قرنين إننا هدانو دولكو شوقي دول كفو قواد وقفو كن أولين أمالين ما أيوه إنو جربة جامع iyo kuwa kale u dhintay duruufta ku dhintay mid la mid ah waxaanu ka tacsiyeeyaynaa halgankii ilaahayna waxaanu uga baryaynaa naxariistii janno inuu ka waraabiyo ummadooday u soo halgameen taariikh wanaagsan way ka tageen weynu naqaanaa in lagu faano burca la soo galay waanu naqaanaa in lagu faano SNMT baan ahaa waynu naqaanaa in lagu faano madheere la jabiyey birjeex baa la jabiyey marka ay duruuftu joogto maanta waxaynu joognaa aaskii jaamac ilaahay naxariista jannada ka waraabiyo qaar la mid ah oo duruuftii uu ku dhintay mid la mid ah ku jira ayaa dalka oo dhan waran oo maantada u baahan in la dabaqabateeyo oo ku naafoobay oo wax ku yeelloobay oo agoontoodii ku dul koraysaa iyagoo aada u dayacan oo nool qofna intii ilaahay u qoray lagama baajin karo laakiin dadaal baa meesha ku jira dadaalkana intay isu damqataa waa inta dad iyo dal iyo dhaqan iyo wadaagta iyo taariikh wadaagta taariikh halgan inta wadaagta waxaa loogu canaananayaa waxay ahayd inay xusaan inay xasuustaan inay markay ugu yartahay aaskiisa ka soo qayb galaan markay ugu yartahay waxaan ku canaananmaynaa cidnaba laakiin waxaanu ilaahay ka baryaynaa inuu maanta wuxuu u baahan yahay duce ee ayuu naxariistii janno ka waraabiyo.